بسم الله، الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. دائما مع فيديوهات للدعم بالنسبة للتلاميذ. الدرس تاع اليوم عندنا الوضعيات النسبية لمستقيم ودائرة لمستوى الثالثة متوسط، مقطع الدائرة والمثلث القائم وخاصية فيثاغورس وجيب تمام زاوية حادة. أولا نبدأ هنا في الشكل هذا، غادي نشوفوا ثلاث وضعيات بالنسبة لمستقيم ودائرة. عندنا الحالة الأولى، عندنا أو أش أكبر من R. راكم تلاحظوا بلي أو أش أكبر من R. شو هذا أو أش؟ هو بعد النقطة أو على المستقيم دي هو أو أش. إذا أو أش أكبر من R، في ذي الحالة دي المستقيم دي هو خارج الدائرة. قولوا هنا هذه الحالة الأولى، قولوا المستقيم دي هو خارج الدائرة سي. لماذا؟ لأنه لا تشتركان في أي نقطة. هذا فيما يخص الحالة الأولى. دروك نمروا للحالة الثانية. نمروا للحالة الثانية، صح؟ دروك أو أش، أو أش يساوي R. هذا أو أش يساوي R. هذه الحالة الثانية، أو أش يساوي R، صح؟ كي غادي يكون؟ يكون هنايا، تلاحظوا معايا، غادي نديروا البعد هذا نسموه مستقيم D. عن الزاوية قائمة تاعنا هنا، لأن بعد أو أ على أش، صح؟ في ذي الحالة أو أش يساوي R. في ذي الحالة نقول المستقيم، المستقيم، المستقيم دي هو مماس للدائرة سي. المستقيم دي هو مماس للدائرة سي، يشترك معه في نقطة واحدة، يشترك معه في نقطة واحدة. ننتقلوا للحالة الثالثة. الحالة الثالثة، صح؟ صح، اكتبوا معايا الحالة الثالثة. قلنا الحالة الأولى دي خارج الدائرة، الحالة الثانية دي مماس للدائرة، الحالة الثالثة دي. شوف كي غادي يكون تسمك دي، كي غادي يكون دروك غادي نرسمو الحالة الثالثة. دائما قلنا عمودي، خاطش بعد نقطة عن المستقيم يكون عمودي. هذه الحالة الثالثة. هذا المستقيم دي. شو قلنا الحالة الأولى؟ دي يكون خارج الدائرة. الحالة الثانية دي مماس للدائرة. الحالة الثالثة دي المستقيم دي قاطع للدائرة سي، قاطع للدائرة سي، لأنه يشترك في نقطتين. نعم، يشترك في نقطتين. دروك لخصنا الوضعيات النسبية لمستقيم ودائرة. الحالة الأولى دي خارج دائرة لا يشترك في أي نقطة. الحالة الثانية دي مماس للدائرة يشترك في نقطة واحدة. الحالة الثالثة دي قاطع للدائرة يشترك في نقطتين، صح؟ دروك غادي نرسمو شيء آخر. دروك مثلا يعطونا دائرة، مثلا يعطونا دائرة سي. كي نرسموا المماس، عندنا دائرة سي، كي نرسموا المماس، أولا عندنا نصف القطر، أولا عندنا نصف القطر،
دروك كي غادي نرسموا مماس، عندنا دائره سي، عندنا نصف القطر نسموه مثلا او ا، سموه او ا. دروك بين نسمو مماس للدائره سي في النقطه ا، اش غادي نرسموا مماس بالكوس؟ الوسيله الهندسيه هي الكوس. غادي نديروا عمودي على المستقيم القطري، مش ما على المستقيم القطري، هو المستقيم هو او ا، يكون عمودي على المستقيم القطري. نرسمو المستقيم تاعنا هذا مماس، مثلا سموه دلتا. هنا دلتا مماس للدائره سي في النقطه ا، لماذا؟ لانه عمودي على المستقيم القطري، وراه المستقيم القطري هو او ا، المستقيم القطري هذا هو أ. ما معنى مماس؟ يكون عمودي على المستقيم القطري او ا. دروك أعزائي التلاميذ، غادي ننتقل إلى تمرين نعالجوا به هادو الدرس. دروك ننتقلوا إلى التمرين، يوظف لنا الدرس السابق تاع الوضعيات النسبية لدائرة ومستقيم. قلنا شنا ثلاث وضعيات: خارج دائرة، مماس للدائرة، وقاطع للدائرة. نشوفوا نوظفوا تمرين. إليك التمرين التالي: عندنا الشكل هذا أمامكم، عندنا النقطة إي المسافة من إي لأ 3.5، وعندنا المستقيم دي. ثم قال لك أنقل الشكل، ثم أنشئ الدائرة سي التي مركزها إي ونصف قطرها 3.5. ما هي وضعية المستقيم دي بالنسبة إلى هذه الدائرة؟ علل. أنشئ الدائرة ال التي مركزها إي ونصف قطرها 1 سنتيمتر. ما هي وضعية المستقيم دي بالنسبة إلى هذه الدائرة؟ علل طبعا. السؤال الثالث: أنشئ النقطة ا التي تنتمي إلى القطعة إي اش وبعدها عندي يساوي 2.5. السؤال الرابع: أنشئ المماس دي الدائرة ال في ا. السؤال: ما هي وضعية دي بالنسبة إلى سي؟ صح. دروك غادي نرسم، ننقلوا الشكل تاعنا. عندنا المستقيم دي، تنقلوا الشكل تاعكم على ورقة الإجابة. عندنا النقطة اي ستبعد ب 3.5، راكم تشوفوا البعد شحال، اللي يكون عمودي على المستقيم دي بشحال؟ 3.5. 3.5 هذه 3.5. دروك نديرو قلنا التعامد تاعنا، عن النقطة اي عن النقطة اش. دروك انشئ الدائرة سي، انا المستقيم دي تاعنا هنا. دروك انشئ الدائرة سي التي مركزها اي ونصف قطرها 3 سنتيمتر، ونصف قطرها 3 سنتيمتر. اي ونصف قطرها 3.5 سنتيمتر. صح، هذه دائرة سي نصف قطرها 3.5 سنتيمتر، دائرة سي. صح، نكملوا الإجابة على الأسئلة. دروك السؤال: ما هي وضعية المستقيم دي بالنسبة إلى هذه الدائرة؟ ما هي وضعية المستقيم دي بالنسبة إلى هذه الدائرة؟ شوفوا معايا مليح، المستقيم دي بالنسبة للدائرة سي، وشوفوا كي درنا سابقا، المستقيم دي هو المستقيم دي هو مماس، المستقيم دي هو مماس
للدائرة هو مماس للدائرة سي في النقطة H. المستقيم دي هو مماس للدائرة سي في النقطة H. لماذا؟ شو التعليل؟ لأنه عمودي على المستقيم، لأنه عمودي على المستقيم القطري، لأنه عمودي على المستقيم القطري اي اش. المستقيم دي هو مماس للدائرة سي في اش، لأنه عمودي على المستقيم القطري اي اش. صح. السؤال الثاني دروك، أنشئ الدائرة ال التي مركزها اي ونصف قطرها 1 سنتيمتر. دائرة اي نصف قطرها 1 في 1 سنتيمتر. لو غادي نشوفوا الدائرة سي نصف قطرها 1 سنتيمتر. دائرة مركزها اي ونصف قطرها 1 سنتيمتر. هذه دائرة سي نصف قطرها 1.5 سنتيمتر. صح. ما هي وضعية المستقيم دي؟ دائرة نسميها ال. ما هي وضعية المستقيم دي بالنسبة إلى هذه الدائرة؟ ما هي وضعية المستقيم دي بالنسبة إلى هذه الدائرة؟ إذن مستقيم دي شنقولوا؟ مستقيم دي هو خارج الدائرة، خارج الدائرة ال. المستقيم دي هو خارج، أو المستقيم دي هو خارج الدائرة ال. لماذا؟ لأنه لا يشترك، لأنه لا يشترك مع الدائرة، لأنه لا يشترك مع الدائرة ال في أي نقطة، في أي نقطة. في المستقيم، المستقيم دي هو خارج الدائرة ال، لأنه لا يشترك مع الدائرة ال في أي نقطة. صح. دروك نمر للسؤال الثالث، أنشئ النقطة A التي تنتمي إلى EH، التي تنتمي إلى EH وبعدها عندي يساوي 2.5. البعد تاعها عندي يساوي 2.5. تبوا معايا ملي حنا عندنا EH 3.5، عندنا EH 3.5 البعد معناه منا لنا 3.5، الدائرة L نصف قطرها 1 سنتيمتر. إذا 3.5 ناقص 1 سنتيمتر شحال يبقى لنا؟ يبقى لنا 2.5، وحنا بان عين النقطة أش قالنا؟ تنتمي إلى القطعة EH، بعدها عندي شحال؟ 2.5. معناها النقطة إي غادي تجي؟ نقطة A غادي تجي تنتمي إلى الدائرة L. نعاود، عندنا الدائرة L نصف قطرها 1، الدائرة ولا البعد بين اي و اش هو 3.5، معناه 3.5 ناقص 1 سنتيمتر شحال يبقى لنا؟ 2.5، معناه النقطة A تجي تنتمي إلى الدائرة L. السؤال الرابع، السؤال الرابع، أنشئ المماس دي للدائرة L في النقطة A، أنشئ المماس دي للدائرة L في النقطة A. دروك ننشئ المماس، كي غادي ننشئ المماس؟ لقي يكون عمودي على المستقيم القطري EA، لقي يكون عمودي على المستقيم القطري EA، هذا هو المماس، عمودي على المستقيم القطري EA. شوفوا معايا مليح، لقي يكون عمودي، بالتدقيق دقوا في الإنشاء تاعكم. ماشي شرط وصلت لهنايا، المهم دير التعامد تاعك. نكملوا الشكل تاعنا. هذا المستقيم دي،
المستقيم دي بصح ما تنساوش زاوية قائمة، لأن الماماس كي تنشأه لقي يكون عمودي على المستقيم القطري إي أ، ويكون عمودي قلنا على المستقيم القطري إي أ، هذا هو الماماس. السؤال الأخير في هذا التمرين، ما هي وضعية المستقيم دي اللي شأنه دروك بالنسبة إلى الدائرة سي؟ بالنسبة للدائرة سي لاحظوا مليح، ها هو المستقيم دي بالنسبة للدائرة سي ماذا يعتبر؟ يعتبر قاطع. المستقيم دي شوفوا مليح، ها هي الدائرة، شو قال لك الدائرة سي، شوف الدائرة سي اللي رسمها بهذه، ها هي الدائرة سي، شوفوا المستقيم دي، ها هو المستقيم دي، شو نقولوا؟ مستقيم دي قاطع، قاطع للدائرة، قاطع للدائرة سي. هنا ما قالكش علل، معليش نزيدوها، لماذا؟ لأنه يشتركان في نقطتين، هاي النقطة، لأنه يشتركان في نقطتين، هاي النقطة وهاي النقطة. سي مفهوم؟ هنا تطرقنا لمختلف الحالات الوضعيات النسبية لمستقيم ودائرة، تطرقنا لمختلف الوضعيات للمستقيم ودائرة، شنو الحالات في ثلاثة؟ تخارج دائرة، قاطع للدائرة، ومماس للدائرة، وتعرفنا على إنشاء المماس اللي يكون دائما عمودي على المستقيم القطري. إن شاء الله تكونوا فهمتوا، وإلى اللقاء في حصة قادمة وفي تسجيل آخر.